صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله همسات رمضانية. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الكريم. بك أستجير فمن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا أنا كنت يا رب أنا كنت يا رب أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت
بدأت بالقلب البصير أرى يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك يا رب جئتك ثاويا أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك يا ربي عدت إلى رحابك طائعا مستسلما مستمسكا بعمراك بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جاء سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجا الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق
الحق لله، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. سبحانك من لطيف ما ألطفك، سبحانك من رؤوف ما أرأفك، سبحانك من حكيم ما أتقنك، سبحانك من مليك ما أمنعك، سبحانك من جواد ما أوسعك. أنت أهل البهاء والمجد والكبرياء والحمد، سبحانك بسطت بالخيرات يدك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك، سبحانك سبيلك جد وأمرك رشد وأنت حي صمد، سبحانك سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك، سبحانك فاطر السماوات والأرض، سبحانك بارئ النسمات، لك الحمد يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمك. رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا النعم التي لا تحصى، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعني على ديني، أعني على ديني ودنياي برحمتك. سبحان الذي في السماء عرشه،
سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان من بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها، وسبحان من سبحت له السماوات السبع وسبحت له الأراضون السبع، وسبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك لا إله إلا أنت وحدك، أنت الله وحدك لا شريك لك، أنت الله لا ند لك، أنت الله لم يكن لك ولد ولا والد، أنت الله لم يكن لك كفوا أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك أنت حي لا تموت، سبحانك بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير، سبحانك من سبح له كل شيء، سبحانك سبحانك، أنت الله وأنا عبد من عبادك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك يا رب المغفرة والرحمة من عندك، أسألك يا رب أن تتقبل صيامنا وقيامنا وأذكارنا ودعاءنا، تقبل منا ما كان منا من الخيرات، وأعنا يا رب على الطاعات، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب، وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا،
وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعاظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل. فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.